الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والله هذا الصبيحة أستبشر خيرا بمسعد. لماذا؟ لأن بداية مداولات واجتماعات المجلس الشعبي البلدي لمسعد كانت بفاتحة خير، وهي تكريم نجباء هذه المدينة الطيبة، مدينة مسعد، مدينة العلم والعلماء، مدينة الحضارة، مدينة التاريخ. فأستبشر خيرا بهذا المجلس وعلى رأسه السيد بن نجي المختار. إن شاء الله كما تفضل نعم سيدي تواصلون على هذا الدرب، لأن مسعد وما أدراك ما مسعد تحتاج منا كلنا كل الدعم، كل العمل، كل المثابرة لرفعها وإعادتها إلى مكانتها الأصلية. فهذه بادرة خير إن شاء الله. كما يقولوا نعم سيدي، ومازال كما يقولوا كان قالها حجرة تحت اليسار بيهم برحمتك. فهذه البداية ومازال إن شاء الله. أما بخصوص هذا التكريم فابني مسعودي لكم منا كل التقدير والاحترام وكل التبريكات على المجهودات التي بذلتموها طيلة مشواركم الدراسي حتى اليوم. راك قدوة للشبيبة وللأطفال تاع مسعد. إن شاء الله حتى هو الأسوة الحسنة اللي تكون لهم إن شاء الله، باش يعرفوا في على مستوى الولاية وخارج الولاية بلي مسعد هذه ما زالت تنجب العلماء، وما زالت تنجب العظماء، وما زالت إن شاء الله تبقى رافعة شامخة بين كل المدن بحول الله. فنتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا ابني. كما تفضل نعم سيدي، ربي ارفع المؤمنين واولو العلم، يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. راك مرفوع يا ابني بالعلم، راك الضاهي. في بعض الاحيان الناس تخلع، يقول لك كيف الامريكان ملحدين ومشركين وكذا وراهم في عند العلميين. لا لا لا، الرواسة كيف ملحدين لا يؤمنون بالله وربي رفعهم. على هاي الايه اعطاها لنا نعم سيدي، يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. اول ايه يا ابني نزلت من السماء على الارض على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي ما قالوا لا صلي لا صوم، هذا كل شيء جمع. اول ايه اش نزلت عليه؟ هذا اقرا